انا خطيب جمعه من عام 2000، طلعت من اجل الاستشفاء في اسبانيا. المجلس الاقليمي قال لي اللي عطى الله عطاه. كرانا شي زعما من رجعونا لنا يا سي عبد الخالق ديالنا، اي والله كنتمنى ان شاء الله رجعنا للجامع ديالنا. حرام عليك تخلي في مسكين يتسيب هاد الدرجه هادي، حرام. هادشي بزاف صراحه الله. انا راه شريف علوي وعندي الشجره، كنت سبسيد من الحبيب صلى الله عليه وسلم بيني وبين الحبيب صلى الله عليه وسلم 39 جد. أتمنى إن شاء الله تعالى من رجال البلاد ونحن لنا إن شاء الله فيهم حسن الظن أن يعود الأستاذ إن شاء الله إلى منبره وإلى دعوته وإلى طريقه الذي كان يأخذه عن أجداده. أن الناس هذو الحقيقة رغم أننا بينا لهم رغم أننا وضح لهم، تخلي إنسان يبكي سنة الدرجة يبكي الدم عمرنا ما بكينا ولا شكينا شي واحد صراحة الله. هذه كنا كنعيشوا هنا الحاجه اللي ما كتصورش ديال 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 الشدائد والازمه الماديه، ولكن ما عمرنا قلنا شي واحد شي حاجه، لكن الان وصلت النهضه صراحه الله هي هذه خيبره. دابا غنسقسيك كنقول لك شحال ونسينا من عام تنوى الامام ديال المسجد هنا. انا خطيب جمعه من عام 2000 اكتوبر 2000، اذا هذه 23 سنه حتى نهادي عام باش طلعت من اجل الاستشفاء في اسبانيا، وعندي كوار ديالي ديال مارت وديال الاستشفاء وكذا وكذا. ملي رجعت جبرتهم عملوها شاغله، سجلوها شاغله وعملوا امتحان ودابا نجاح واحد اخر. مع العلم سينا كنت يعني عمل الواجبات ديالك. عمل الواجبات ديالي لان عطاونا واحد الاستماره نعمروها، عملت فيها بسبب كتم السبب هو التطبيب، والمده لمده غير محدده لان ما عرفش الطبيب شحال غيقول لي وكذا. والشهاده الطبيه باش يعطيها لك تما خصك تقول 6 شهور، هما قبل 3 شهور كانوا كيعيطوا لي كنصيفط لهم الدواء اللي كنستعمل والوراق ديال الفارماسيا وكذا، لان الشهاده ما يعطيها لكش الا من بعد 3 شهور. فبصح اللي جبت كواغطهم عندي وعندي التزكيه ديال السي محمد الشنتوف الله يرحمه مسكين عام 92 اللي عطاني التزكيه ديال الخطابه وعطاني ديال هذا ديال الوعد والارشاد 95، يعني قديم ماشي الان. انا ولكن ما شبرت الجامعه حتى 2000، دخلت انا والامام ديال الصلاه والخمس من نهار واحد كان في ايام الله الاربعاء. دابا انت كطالب ترجع للمسجد ديالك؟ اذا كان في الامكان نرجع للمسجد ديالي بها ونعمت، اذا كان يعني صافي عمل امتحان كذا يدبروا لنا مسجد اخر او شي محسن مسكين عنده شي مسجد وشي حاجه نقرب الوليدات نعملوا اي حاجه اي مساله اللي يمكن يعني ندبروا فيها الطرف ديال الخوف والطرف ديال العيش. عندي بنيته والمراه ما كيعرفوش يمشي، كنخرجوا معي بما ما يعرفوش فين يمشي، والله ما يعرفوا فين. وكرام 180 فرانك ماشي سهله، كنزيد من طرف المحسن يمشي وشحال من هذا المحسن غادي يبقى يعاونك، شحال جهده بزاف ما قادرش صراحه الله يهدي. وعاد اضطريت انني نرحل من هنا نرارح وما لقينا والو، لقينا 180 فرانك. داك انا ما عمري مديت يدي شي واحد، سمي عارف الناس كلهم كيعرفوها، عمري في حياتي ما طلبت شي واحد هنا في المسجد، عمري في حياتي واخا كنت مهلو، لان كنا خدامين في مرسى كنا شويش سالس مرسى ما قدرش، ما عندي وجه للسعي، ما عندي يدين ديال الخدمه، وما عندنا شي يعني شي صنعه ولا شي حاجه خير، ما عندنا والو، عندنا الله سبحانه وتعالى. كنتمنى دابا ترجع المسجد ديالك ولا شي مسجد اخر؟ اي مسجد، اذا كان شي مسجد ولا شي محسنين واخا يكريو لنا شي كرا رخيص، ما انا ما عمري نطلب شي واحد في سبيل الله وشي حاجه، اذا قدر الله تعالى الله يجازيه بخير، ولكن اي شي كرا رخيص اللي نقدروا عليه شي 1000 درهم ولا 1200 شي حاجه، انا ما عمرنا كنا دائما كنطلبوا اليد العليا خير من اليد السفلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الناس الاوقاف تواصلت معهم، مشيت عند رئيس المجلس العلمي الاقليمي لانه هو المسؤول دابا، لأن الجهوي ولا حاجات أخرين مسائل ديالو خاصة. المجلس الإقليمي قال لي اللي عطى الله أعطاه، وقال الشاوش قال له إذا كانت شي جامعة خاوية هو الأولاني. قلت له أنا هذا العبد الضعيف اللي حداك، قلت له أنا باغي نتبع طريق جدي. قلت له أنا حسب جدي الله يرحمه كان مؤذن في جامعة مرشان هذه 100 سنة، وكان كيجي عنده مولاي عبد العزيز صندر، والله تعالى ينصر سيدنا ويخليه لنا ويشافيه لنا، هو اللي كي يشوف من حق الفقهاء وامير المؤمنين، ونحن يعني من الرعايا ديالو من المؤمنين، وهذه السلطه هذه ديال الامارات المؤمنين يشوف من الجهه ديالنا ويشوف من حالنا. لان الناس هذو الحقيقه رغم اننا بينا لهم رغم اننا وضح لهم،
تخلي الانسان يبكي حتى الدرجه هذه يبكي الدمعه منا ما بكينا ولاش كاين شي واحد صراحه الله هذه برا كنا كنعيشوا هنا الحاجه اللي ما كتصورش ديال 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 الشدائد والازمه الماديه ولكن ما عمرنا قلنا شي واحد شي حاجه لكن الان وصلت النهضه صراحه الله هذه خيبه انا راه شريف علوي وعندي الشجره كنت سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم عليه بيني وبين الحبيب صلى الله عليه وسلم 39 جد كان عطانا المندوب ديالنا المزور ديالنا اللي في بولمان سيدي مولاي الزكي العلوي هو اللي عطانا الشجره وكذا وكانت وكان تسماو في الاصل انا سيدي عبد الخالق العلوي الغربي العلوي اصلا الغربي نسبه الى الاحاد الغربيه لان جدي جا من الاحاد الغربيه باقي صغير عنده شي 20 سنه وعاش هنا في طنجه راه هو من الاولاني قلنا اللي قرا القران في سبيل الجماعه اول واحد اللي قرا القران في سبيل الجماعه واول واحد في الدار ديال القائد علي المأسي وراه سنين هذه الناس القدام اللي قراو عنده باقي شي واحد او جوج واحد أو واحد مسكين ما بقاش كيعقل مار عنده 100 سنه واحد اخر هو باقي هنا هذا اللي كنت عند كاري عنده الله خلاني سيدي علي مسكين السي علي اللي هذاك هي بني قديم مسكين هذاك الواحد اللي باقي كيعقل على جدي هو هذاك الواحد وكان مؤذن في جامعه مرشان كيجمع ما بين الحسنين وكان مسكين شبعان ما عنده غلط ولكن حنا في واحد الدار واعر دار قاسي دار حرام عليك تخليه في مسكين يتسيب هذه الدرجه هذه حرام هادشي بزاف صراحه الله يعين ما عمرنا اذينا حد ما عمرنا دينا نتاع حد ما عمرنا قلنا شي كلمه لعيب شي واحد ما تسقسيهم كاملين اخي والله عيب والحي يعطيك التفاصيل اخي ابراهيم صعب خالق ديالنا تمنينا ان شاء الله يا ربي جينا الجامع ديالنا تانسنا وهذه بالصغر ديالنا تقريبا اي حاجه كان فهمتي كنطلق اي حاجه احتاجناها كنمشيو كنتوقفوا عليه كنهضروا معاه وهذه جاوبنا وهذه واش اللي كنتمنى ان شاء الله يعني شفتوا منه العيب يعني لا عمر ما شفنا منه العيب بالعكس اي حاجه احتاجناها في الدين ولا شي حاجه سي عبد الخالق كيدينا اتصال خاطر هذه خصنا هذه شنو قال الله وشنو قال هذه كديك اتصال خاطر والجمعه كنفهموا منه شنو اللي كيعني كتخرج من الجامع يعني فاهم وفهمتي زعما السيده هذا زعما شنو الرساله ديالك اللي توجه للمسؤولين كان رانا شي زعما نرجعونا اننا يا سي عبد الخالق ديالنا اي والله كنتمنى ان شاء الله رجعنا الجامع ديالنا وكل شيء يتساعد معنا وكل شيء يوقف معنا الله يرحم والديكم سيدي ابراهيم سي عبد الخالق كما هو معروف راه تقريبا انا كنعرفو لي تقريبا 25 عام يعني امام ديال المسجد فقيه تربينا على يدو كان كيعطينا دروس حنا باقي صغارين راه مرشان كامله كتعرفوا راه ولد عائله عريقه ولد مرشان بالنسبه لسي عبد الخالق راه واحد السيد اطيب خلق الله سيد يعني سيد كيعرف بينه وبين الله شعبي ماشي شي واحد مثلا اللي المهم نتمنى من الله سبحانه وتعالى يرجع للمسجد ان شاء الله يعطي الخطبه ديالو ويعطي الدروس اللي كان كيعطيه والسيد الله عمره سلعه ماشي شي واحد مثلا والله ولي التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم هذه النظرة لأخينا وشيخنا المبارك سماحة الشيخ سيدي عبد الخالق العلوي وهو غني عن التعريف من أسرة علمية وهو أحد التلاميذ لشيخنا سيدي عبد الله التليدي المحدث. أتمنى من رجال وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية الذين يسهرون على الأئمة أن يعود أستاذنا وشيخنا إلى منبره ولا يعرف إلا منبر هكذا سار على طريق جده رحمه الله تعالى وهو رجل معروف وغني عن التعريف شهدت له رجال الدولة بعلمه وزهده رحمه الله رحمة واسعة وأتمنى كما قلت أن يرجع الأستاذ سيدي عبد الخالق إلى منبره لأن رجل عرفناه ولا نزكيه على الله عز وجل يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو وعلمنا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الطريق الذي أخذه عن أجداده وأسلافه فنتمنى إن شاء الله تعالى أن يعود إلى منبار وكما لا يخفى على شريف علمكم يعرفه الصغير والكبير وأي هذا الحي يعرفه كله الحمد لله أخلاق حسنة ويشهد له الصغير والكبير وتعلمنا عنه الوسطية والاعتدال وحسن الأخلاق وهو لا ينحرف عن المذهب المالكي كما تعرفون هو مذهب أهل البلد ويدعو إلى تسامح وحسن الأخلاق هذا الذي عرفناه نتمنى إن شاء الله تعالى من رجال البلاد ونحن لنا إن شاء الله فيهم حسن الظن
أن يعود الأستاذ إن شاء الله إلى منبره وإلى دعوته وإلى طريقه الذي كان يأخذه عن أجداده إن شاء الله تعالى. وإن شاء الله وشكر الله لكم هذه اللفتة المباركة، سأل الله أن يبارك لكم وأن ينفع بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.